أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى نشرة التاسعة من قناة يمن شباب، أصحابكم فيها أنا هشام مزيادي. ونبدأ هذه النشرة مع أول ملفاتها وهي من الحديدة، حيث أفادت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي الإرهابية انتشرت اليوم الجمعة في مدينة تحيتة جنوب محافظة الحديدة بعد عملية تسليم قوات العمالقة المدعومة إماراتيا لها. وقالت المصادر إن الميليشيا نشرت عناصرها في المدينة بعد انسحاب قوات تابعة للواءين 9 و8 عمالقة فجر اليوم الجمعة. وكانت ميليشيا الحوثيين قد سيطرت نهار أمس الخميس على مناطق واسعة شرق وجنوب مدينة الحديدة ومديرية الدريهمي عقب تسليم وانسحاب القوات المشتركة من مواقع تمركزها. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الخبر ينضم معنا عبر الهاتف الصحفي وديع عطا. أهلا وسهلا بك معنا سيد وديع، ما الذي جرى اليوم جنوب محافظة الحديدة وجنوب مدينة الحديدة وعلى الأخص منها في تحيتة؟ نعم، الذي حصل بأن الحوثيين حاولوا أن يحيزوا تقدما سهلا في المناطق التي انسحبت منها أو أخلتها القوات المشتركة إضافة إلى بعض الكتائب التابعة للوية العمالقة. وما حصل اليوم في مدينة تحيتة لم يكن اجتياحا مسلحا من قبل ميليشيا الحوثي بقدر ما كان خيانة داخلية من أحد مشائخ المنطقة المنتمين إلى اللواء الرابع عمالقة. هو قائد أحد الكتائب انقلب داخليا على أبناء المنطقة وسلم المنطقة وأعلن فيها الصرخة وكأنه يسلمها إلى الحوثيين بكل سهولة. يعني تقول أن قياديا في لواء العمالقة سمح للحوثيين بالدخول وتعاون معهم وانقلب على ألوية العمالقة؟ نعم، من اللواء الرابع عمالقة وهو من أبناء منطقة التحيطة كذلك، هو الذي سلم المنطقة للحوثيين وأعلن الولاء فيها مباشرة. هل تعتقد أن هذه الحركة مقصودة أو تم توجيهه لذلك أم أنه من ذات نفسه أعلن عن تغيير موقفه؟ يعني التدهور الحاصلة في معنويات المقاتلين أو في معنويات بعض الكتائب التي تأثرت بشكل كبير بسبب الانسحاب الذي حصل للقوات المتواجدة على الخط الساحلي الذي يربط الحديدة بالخوخة. الآن كيف أصبحت خطوط التماس بين الطرفين بين القوات المشتركة والحوثيين؟ عسكري من قبل قوات قوات الألوية التهامية المتواجدة في الساحل إضافة إلى اللواءين الأول والثاني عمالقة بقيادة رائد الحبهي وحمدي الشكري. هناك اجتماع ثاني لاحظت وأنا أتكلم معك أيضا لقيادات الألوية التهامية والمقاومة الوطنية الشعبية ليحددوا ما هي الخطوات التالية ولمنع سقوط أي قرية أو منطقة بيد الحوثيين، وكذلك للتخطيط أيضا لجولة حرب أخرى يستعيدون فيها ما سقط. هل صحيح أن قوات المشتركة انسحبت مسافة 70 كيلومتر إلى جنوب المحافظة؟ الانسحاب لم يكن شاملا بقدر ما يصوره الإعلام، بقدر ما هو انسحاب يعني شكلي من قبل بعض المناطق أو القرى الحيوية التي كانت تتواجد فيها بعض الألوية العسكرية والتي انسحبت. لكن هناك في منطقة الجاح مثلا والطور لا تزال الاشتباكات على أشدها في غرب مدينة بيت الفقيه، إضافة إلى مدينة تحيتة لم يسقط إلا مركز المديرية الذي كان أصلا محاصرا من قبل الحوثيين وتتواجد القوات في غربه، والآن الاشتباكات لا تزال أيضا في غرب هذه المنطقة وتستعد القوات لاستعادة المدينة، وأعتقد أن هناك فرص كبيرة لاستعادتها. طيب وديع، هل يمكن أن تخبرنا أيضا ما هي المناطق التي دخل الحوثيون من الأمس وحتى اليوم؟ هي مناطق جنوب الدريهمي بالتحديد، الدريهمي إضافة إلى الشقيرة وإضافة إلى النخيلة إضافة إلى الطائف، وهناك محاولات أيضا ومدينة تحيتة اليوم التي يعني كانت تحصيل حاصل. كانت هناك مخاوف كبيرة أيضا للوصول إلى منطقة الحيمة في الخوخة وإضافة إلى مديرية إلى مدينة حيس، لكن المواطنون ومن يستطيع أن يحمل السلاح تداعوا إلى الصفوف الأولى وإلى المتارس، إضافة إلى أن هذه القوات أيضا حاولت أن تستجمع قواها عبر القيادات التي تماسكت وبقيت في الميدان وشعرت بصدمة وتجاوزت صدمة الخيانة التي حصلت، وحاليا يستعدون لمعركة جولة وكما قلت أيضا فرص الانتصار فيها قوية إن شاء الله. ماذا عن شرق المدينة في كيلو 16 ومدينة الصالح؟ هذه المناطق تم الانسحاب منها، هي اول مناطق التي تم الانسحاب فيها منطقه يعني شرق مدينه الحديده وغربها كذلك، حيث كانت القوات تتواجد في عمق الجهه الغربيه الى جامعه الحديده وكذلك جنوبا من منطقه كيلو 16. يعني نستطيع ان نقول الان ان ميليشيا الحوثيين قد سيطرت على كامل شرق مدينه الحديده في مدينه الصالح. نعم، مدينه الحديده الان
ووصولا إلى مدينة التحيتة. لا ليس كاملا، مدينة الحديدة الآن كاملا مع منطقة كيلو 10 ومنطقة كيلو 16 أصبحت بحوزة الحوثي، لكن جنوب الدريمي وغرب بيت الفقيه وغرب التحيتة وغرب زبيد لا تزال هذه المناطق. نعم أقصد نعم شرق المدينة وألوية من المقاومة الوطنية، من ألوية المقاومة السهامية وألوية العمالقة. أقصد شرق المدينة أصبحت كامل بيد الحوثيين، المنفذ الوحيد الذي يؤدي إلى مدينة الحديدة في كيلو 16 أصبح بيد الحوثيين. طريق ذلك أن اليوم إلى باقل كذلك، وهذا ما أعلن بشكل يعني معروف من قبل المواطنين. نعم لم أفهم منك وديعة هذه النقطة الأخيرة، تقول بأن المنفذ الوحيد الذي يؤدي إلى مدينة الحديدة والذي كان خط تماس خاصة في مصنع أو منطقة مصنع إخوان ثابت، ما هو الوضع هناك؟ هل سيطر عليها الحوثيون كاملا شرق مدينة الحديدة تحدث؟ نعم كيلو 16 كانت تتواجد فيه قوات تتبع ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية، انسحبوا منه فتقدم الحوثيون وفتحوا هذا الطريق، وأصبح الطريق يعني سالكة الآن ما بين مدينة الحديدة إلى مرورا بالمراوعة وصولا إلى باقل ومنها إلى صنعاء. طيب ما هي أو ما هو التفسير الواضح لكلمة إعادة تموضع التي تتحدث عنها القوات المشتركة؟ هل هذا هو إعادة تموضع أم أننا أمام انسحاب حقيقي؟ التعريف الناعم للخيانة والانسحاب تنفيذا لأوامر عليا جاءت من التحالف والإمارات لتقدم ما تحرر من مدينة من محافظة الحديدة هدية لإيران بعد لقاء عبد الله بن زايد بالرئيس السوري بشار الأسد. طيب ماذا عن الألوية التهامية وأيضا الأفراد والضباط من ألوية العمالقة الذين رفضوا الانسحاب من هذه المناطق؟ هل يعني انصاعوا في النهاية إلى الأوامر وتوجيهات العليا؟ قوة العمالقة جميعها لا تخضع لأوامر أبو زرع المحرمي ما يسمى بقائد العام للعمالقة، لكنهم يعني في الأخير بعض الألوية التي هي اللواء الثاني مثلا واللواء الأول هناك بعض الكتائب التي لا تنصاع لهذه الأوامر ولا تعتبر نفسها تابعة للقوات المشتركة ومرتبطة مركزيا بالقيادة الإماراتية، لكنها تتصرف بما يمليها عليها ضميرها وما يملي عليها هيئة المسؤولية الوطنية.